رئيس الوزراء يشارك في فعاليات قمة داكار ويلتقي على هامش القمة بالرئيس السنغالي. رغم تواصل المعارك، كيف تستضيف اليوم قمة مع قيادات أوروبية لبحث انضمامها للاتحاد؟ والكرملين ينفي تلقيه عرضا أمريكيا بخطة سلام مع أوكرانيا. وفي أخبار الاقتصاد، البنك المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة. تفاصيل النشرة لكم التحية. يواصل دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشاركته في قمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن مصر لديها تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية. كما أكد أن رؤية مصر للتنمية في إفريقيا ترتكز على 5 محاور، بينها الربط بين دول القارة والترويج لمشروعات البنية التحتية الإفريقية وتحفيز سياسات تشجيع الاستثمار. كما شارك رئيس الوزراء في المائدة المستديرة الرئاسية بقمة داكار، حيث شدد مدبولي خلال مداخلته على ضرورة أن تبدأ الدول الإفريقية في بناء شراكات ومصالح متبادلة مع القطاع الخاص، معتبرا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أصدرتها مصر بمثابة خارطة طريق للمجالات الاستثمارية المتاحة. وعلى هامش أعمال قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية، استقبل الرئيس السنغالي ماكي سال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوفد المرافق له. استهل رئيس السنغال المقابلة بطلب إبلاغ تحياته الصادقة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين. كما أكد رئيس السنغال أن مصر كانت دوما نموذجا متميزا لأفريقيا، مشيرا إلى حققت في السنوات الأخيرة نجاحات واسعة في مجالات البنية الأساسية تضاف إلى جوانب تميزها. من جانبه نقل مدبولي تحية الرئيس السيسي لأخيه الرئيس ماكي سال. كما التقى الرئيس السنغالي ماكي سال ممثلين عن الشركات المصرية، وذلك خلال فعاليات قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية، حيث أشاد في حضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات كبيرة انعكست على الطفرة التي تشهدها مصر فيما يتعلق بالبنية التحتية. من جانبه أكد مدبولي للرئيس ماكي سال على أن الشركات المصرية ستقوم بتنفيذ المشروعات المتفق عليها في السنغال بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وهو ما عقب عليه الرئيس ماكي سال بالإعراب عن شكره لحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع السنغال. تتابع وزارة الخارجية ملابسات حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن القنصلية العامة لمصر في ميلانو قامت بالتواصل مع السلطات الإيطالية التي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير الماضي. هذا وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية مع للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة. كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بالتواصل الفوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم التعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم. ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم أن خفر السواحل عثر على 8 جثث لمهاجرين، بينما تم إنقاذ نحو 40 آخرين كانوا على متن سفينة قبالة ساحل جزيرة لامبادوزا. وقد أظهرت بيانات وزارة الداخلية في إيطاليا أن أكثر من 100,000 مهاجر وصلوا لإيطاليا عن طريق البحر 2022، مقارنة بما يصل إلى أكثر من 67,000
2021، وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 1400 مهاجر قد لقوا حتفهم في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط العام الماضي. تستضيف أوكرانيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قمة اليوم مع مسؤولين أوروبيين كبار. وعشية القمة عقد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي محادثات في كييف مع أورسولا فوندرلاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي. قال زيلينسكي عقب المحادثات إن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيمنح الأوكرانيين حافزا للقتال ضد القوات الروسية. كانت أورسولا فوندرلاين قد صرحت عقب وصولها أمس إلى كييف للمشاركة في القمة الأوكرانية الأوروبية بأن روسيا تخسر 160 مليون يورو يوميا بسبب تحديد سقف لسعر نفطها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نفى الكريملين التقارير التي تفيد بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنس قد عرض على موسكو خطة سلام سرية تتضمن تنازل أوكرانيا عن 20% من أراضيها. وقد وصف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف هذا التقرير بالزائف، يشار إلى أن واشنطن من جانبها قد نفت التقارير التي ترددت حول توجه بيرنس سرا إلى العاصمة الروسية موسكو في شهر يناير الماضي لطرح خطة السلام. أعلنت الحكومة الألمانية السماح للمصنعين لديها بإرسال دبابات ليوبارد 1 القتالية لأوكرانيا. أوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه تم إصدار رخصة تصدير للشركات المصنعة للدبابة ليوبارد 1 دون خوض مزيد من التفاصيل. يأتي هذا في وقت أفاد وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة وافقت على تسليم الدبابات من المخزونات الصناعية لديها، وذلك بعدما سمحت في وقت سابق بالسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 وموافقة واشنطن على منحها دبابات أبرامز. دعا حلف شمال الأطلسي الناتو روسيا للوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة. كما عرب الحلف عن قلقه إزاء عدم امتثال موسكو للالتزامات الموجبة قانونا وفقا للمعاهدة. وقد أضاف أن رفض روسيا لعقد جلسة اللجنة الاستشارية الثانية ضمن الإطار الزمني المحدد للمعاهدة وتسهيل أنشطة التفتيش الأمريكية على أراضيها منذ أغسطس الماضي من شأنه أن يمنع واشنطن من ممارسة حقوق مهمة أو مهمة بموجب المعاهدة. وفي وقت سابق اتهم الكريملين واشنطن بتقويض اتفاقيات ضبط انتشار الأسلحة بعدما قالت الولايات المتحدة إن روسيا لا تمتثل لمعاهدة نيو ستارت. أعربت الصين عن اعتراضها الشديد على تعزيز التعاون بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا بشأن الغواصات النووية. وقالت الخارجية الصينية إنها قلقة للغاية حول المحادثات النووية بين البلدان الثلاث، مشيرة إلى أن التقارير البريطانية تؤكد أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للولايات المتحدة في مارس المقبل قد تسفر عن اتفاقيات بشأن المزيد من التعاون في مجال الغواصات النووية. قالت الصين إنها تتحقق من تقارير أمريكية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للبنتاغون، محذرة من أن أي مغالاة بهذا الخصوص، وذلك قبل أيام من زيارة نادرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لبكين، حيث أكدت الخارجية الصينية أن الاستنتاجات المكتزأة والمغالاة بشأن الأمر لن تفيد. في الوقت ذاته قال مسؤول دفاعي أمريكي
إن المنطاد حلق فوق مناطق تضم قواعد عسكرية حساسة وصواريخ نووية تحت الأرض. إن إسقاط المنطاد كان سيؤدي لتعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر. أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات للمرة الثانية خلال أسبوع، وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن البلدين أجريا تدريبات جوية مشتركة فوق البحر غرب شبه الجزيرة الكورية اليوم بمشاركة طائرات حربية من بينها F-35A الكورية الجنوبية وطائرات F-22 وF-35B الأمريكية. وأضاف أن القوات الجوية للبلدين ستواصل التدريبات المشتركة لتعزيز قدرات الرد والجاهزية لدرء التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. كانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد حذرت أمس الخميس من أن التدريبات السابقة التي أجرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وصلت إلى أقصى الخط الأحمر. رفض البرلمان البوروفي مقترحا جديدا ينص على تقديم موعد الانتخابات إلى نهاية هذا العام وإجراء استفتاء على جمعية تأسيسية بهدف تهدئة موجة الاحتجاجات الحالية التي تشهدها البلاد. ورفض 75 نائبا مشروع القانون الذي قدمه حزب اليسار البيروفي الحر، بينما صوت 48 نائبا لصالح القانون وامتنع 2 عن التصويت. وهذه المرة الرابعة منذ ديسمبر التي يرفض فيها الكونغرس في بيرو مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات المقررة في إبريل 24، واندلعت الاحتجاجات في 7 ديسمبر إثر إقالة الرئيس اليساري بيترو كاستيو، وحلت مكانه نائبة الرئيس دينا بولوراتي بهدف استكمال ولاية سلفها حتى العام 2026. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدا للإنفاق. وشدد مجلس الوزراء على أن وزارة الأوقاف تتحمل سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، بينما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيا كان استخدامها لفاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها دون تحميل ذلك على عداد المسجد. وأشارت وزارة الأوقاف أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد كذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد. تزامنا مع الذكرى 71 لعيد الشرطة، أوفدت وزارة الداخلية عددا من الضباط لزيارة المستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنات، وكذلك تم استقبال نزلاء هذه الدور بأندية الشرطة حيث تم توزيع الهدايا عليهم إضافة لتوزيع الورود على المواطنين بالشوارع. احنا ولادك يا بلادي الفكر في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. على هامش الاحتفال بعيد الشرطة 71، تواصلت زيارات وفود من رجال الشرطة إلى المرضى بالمستشفيات للاحتفال معهم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد تلاحم الشرطة مع الشعب. فهنا بالمعهد القومي للأورام قدم طلبة كلية الشرطة هدايا تذكارية إلى المرضى من الأطفال من يتلقون العلاج بالمعهد وكذا ذويهم، في أجواء احتفالية ساهمت في رفع الروح المعنوية للمرضى. شرفنا بزيارة أكاديمية الشرطة، احنا متعودين عليها كل سنة، تدي دعم نفسي وفرحة وبهجة للأولاد المرضى عندنا. حسيت بفرحة ما ساعدنيش صراحة يعني، وابتسامة وملوا قلوب كل واحد فينا فرحة وبهجة. فاجئنا بطلبة كلية الشرطة بصراحة، فرحونا خالص وفرحوا الأطفال خالص،
واتبسطوا معاهم ولعبوهم ووزعوا عليهم الهدايا الجميلة دي. بشكرهم خالص وبشكر الطلبة طلبة كلية الشرطة وبشكر كل اللي كانوا موجودين معانا بصراحة، وبشكر وزارة الداخلية على الهدايا الجميلة دي. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة 25 يناير. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا بجيلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كما واصلت مديريات الأمن احتفالها بهذه المناسبة من خلال إيفاد مأموريات إلى عدد من المستشفيات بنطاقها وتقديم هدايا للمرضى بها. أشكر الشرطة لأنها جاتنا ودعمتنا وجابت لنا هدايا، ونشكرهم نشكرهم من كل قلبنا، وربنا يخليهم لنا. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كما تم إيفاد مأموريات إلى دور رعاية المسنين للاحتفال معهم بعيد الشرطة، حيث تحرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم لهم بصفة دائمة. وقت لما تحتاجينا إحنا دايما هنا، لا مرة حسيت بخوف وقد الظروف، مفيش أي قوة تهزنا. إحنا بنشكر وزارة الداخلية إن جت لنا النهارده وشرفتنا الدار، وبتراعي المسنين بطريقه كويسه جدا، ومش اول مره تجي لنا، هي كل مره بتجي لنا وبتجيب لنا هدايا كويسه جدا. هم زارونا ورعونا ورحبوا بينا يعني. كما تم اصطحاب نزيلات دور رعايه المسنات الى انديه الشرطه معهم بعيد الشرطه في اجواء غلبت عليها الفرحه والبهجه. اليوم النهارده جميل جدا بالناس اللي معانا، الناس اللي شرفونا، الناس اللي ما بينسوناش ابدا. انا مبسوطه وسعيده جدا اللي انا مع الشرطه. صراحه مش سايبيننا في اي مناسبه، ييجوا في العيد وييجوا في اي مناسبه تخطر على بالك تلاقي الشرطه، بصراحه يجوا لنا ويدونا هدايا ورافعين روحنا. انا مبسوطه جدا النهارده ان الناس معانا وبتحبنا وبتساندنا، وانا اول مره كمان اطلع مع وزاره الداخليه رحله على النيل. الضباط بيعملوا ويانا بصراحه ربنا كل خير، ما بيسيبوناش وبيجيبوا لنا هدايا ورافعين راسنا في بلدنا بصراحه ربنا. ايديهم لما بتملس علينا كده احنا بنحس بالطمانينه في بلدنا. واستقبلت أندية الشرطة عددا من الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام، وتم تنظيم احتفالات وفقرات ترفيهية لهم في إطار الدعم المقدم لهم من وزارة الداخلية على مدار العام. وكذا استقبلت المواقع الشرطية الأطفال من نزلاء هذه الدور لتعريفهم بدور بعض القطاعات والإدارات الشرطية المختلفة في خدمة المواطنين. أخبار الاقتصاد للثانية، أهلا بكم. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وتم تسعير العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و 17.25% و 16.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%. يتواصل صرف مستحقات المواطنين على بطاقة الدعم في أكثر من 40,000 منفذ تمويني، وقد طالبت الوزارة المواطنين بعدم ترك البطاقة لأي صاحب منفذ أو مخبز، كما حذرت أصحاب المنافذ والمخابز من تجميع بطاقات التموين لعدم تعرضهم للغرامات والغلق. على أبواب المنافذ التموينية بدا الأمر على هذا الحال، توافد كبير ووفرة في السلع بأكثر من 40,000 منفذة. السلع الحمد لله متوفرة، خدوا زيت وكل واحد بيجي ياخد التموين بتاعه، سواء إذا كان زيت، رز، مكرونة، وفي سلع ثانية إضافية موجودة، في 14-15 سلعة موجودين، تاخد منها اللي أنت عايزه برضه، كل حاجة عليها سعرها. فالحمد لله حاجة موجودة ونحمد ربنا على كده، وقبل رمضان كمان. فسعى
السلع التموينية التي ينتظرها الكثيرون بداية كل شهر تأتي كطوق نجاة لهم، خاصة وأنها تكفي أغلب احتياجات الشهر من زيت وسكر ومكرونة وغيرها من السلع الأخرى. توفر عليها كتير جدا، ما بشتريش حاجة طول الشهر طالما بجيب التموين، طلبات للبيت يعني اللي هي المواد الأساسية. توفر كتير في الشهر، احنا لو جبنا من بره مش هتكفينا ولا 2000 جنيه، ناخد تموينا كل شهر ونجيبش عليه الحمد لله. فهنا لا يدفع المواطن أكثر من الاثنين من الجنيهات، وإن زاد قليلا لا يتعدى الخمس جنيهات بحسب سحبه للسلع الموجودة على بطاقة الدعم. المواطن بيجي يصرف دعمه الأول، بيبقى مثلا لو دي دعم 200 جنيه أربع أفراد زائد فرق العيل زائد الدعم 100 جنيه، دي بتبقى بضاعة دي كلها بتبقى بالمجان. لما بيجي يصرف لو خد بضاعة عزل بيدفع الفرق بتاعها، بالإضافة لهامش ربح البقال الهامش ربح بتاعه الجنيه. وسط كل هذا تأتي الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعاون المواطن في الإبلاغ عن أي استغلال له. في حملات مستمرة على مدار اليوم طبعا بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري، والحمد لله احنا بننسق ما بين الحملات عشان تبقى في عندي حملات صباحيه وحملات مسائيه، والحمد لله زي ما انت شايف حضرتك النهارده واحد في اول الشهر، وان شاء الله يكون شهر كريم على الامه العربيه كلها، وباذن الله الحمد لله زي ما انت حضرتك شايف السلع متوفره، عندي السكر عندي الرز عندي الزيت، ما فيش عندي اي مشاكل الحمد لله. فوفرت كل تلك السلع تأتي مع جهود عظيمة للدولة ودعم قد زاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في الشهور الأخيرة. تقول الأرقام إن الدولة تدفع سنويا ما يصل إلى 40 مليار جنيه لتلبية احتياجات المواطن على بطاقة الدعم، رقم قد زاد في الشهور الأخيرة بعد الحرب الروسية الأوكرانية بأكثر من المليار جنيه شهريا. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية. انخفض مؤشر الأسهار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة فاو في يناير للشهر العاشر على التوالي ليسجل تراجعا بنحو 18% عن أعلى مستوى سجله في مارس الماضي. وقالت المنظمة إن مؤشرها للأسعار الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم سجل 131.2 نقطة في الشهر في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.2 نقطة لشهر ديسمبر، وتعد هذه هي أقل قراءة منذ سبتمبر 2021. وقالت الفاو إن انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر، بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه لا خيار آخر لدى باكستان سوى قبول شروط صندوق النقد الدولي للإفراج عن المساعدات المالية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد في الوقت الحالي صعب للغاية مع نفاد الموارد. وتزور بعثة صندوق النقد الدولي باكستان لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نوفمبر من أجل 2.5 مليار دولار لم يتم صرفها بعد، إلى جانب مناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية لإصدار المراجعة التاسعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد. وقد حصلت باكستان على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد. أفادت مصادر وبيانات تجارية أن شركات التكرير المستقلة في الصين تكثف وارداتها من زيت الوقود الممزوج من براميل روسية لاستخدامه كمادة منخفضة التكلفة وسط نقص في حصص استيراد الخام. وأدت العقوبات الغربية على روسيا التي تشمل حظرا يسري في 5 فبراير وحدا لأقصى أسعار المنتجات المكررة لدفع براميل زيت الوقود الروسية شرقا باتجاه أسيا بتخفيضات أسعار جاذبة منذ العام الماضي. وارتفع إجمالي واردات الصين من زيت الوقود إلى نحو 1.7 مليون طن في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021. مددت الولايات المتحدة الإعفاءات من التعريفات العقابية على 81 منتجا للرعاية الطبية الصينية التي تعد مقيدة أو مفيدة في مكافحة تفشي كوفيد-19، وذلك حتى 15 مايو. هذا وبدأت الولايات المتحدة مشاورات لتقييم منح تمديد آخر
للإعفاءات لمدة 6 أشهر إضافية. وفرضت حكومة دونالد ترامب عام 2018 رسوما جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات الأمريكية السنوية. ارتفع الدولار بشكل طفيف بعد أن قفز في الجلسة السابقة عقب سلسلة قرارات من بنوك مركزية في أوروبا. وارتفع الدولار مقابل اليورو مع انخفاض العملة الموحدة 0.1% إلى 1.9 دولار في بداية التعاملات الأوروبية، لكن اليورو ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى له في 20 عاما عند 953 من ألف دولار، والذي سجله في سبتمبر. أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 57.68% في يناير. وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 65% أو 6.65% على أساس شهري، ويعزي الارتفاع الشهري الحاد إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار في العام الجديد بما في ذلك وسائل النقل العام ومنتجات التبغ، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر. أظهر مسح انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أدنى مستوى في 12 شهرا في يناير، إذ يضغط تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية على المعنويات فيما يتعلق بالأنشطة في المستقبل. وهبط مؤشر S&P Global لمدير المشتريات في الإمارات إلى 54.1% في يناير، مسجلا انخفاضا طفيفا عند 54.2% في ديسمبر، وأدنى مستوى منذ يناير في 2022. وأفاد المسح بأن سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل ساعد في الحفاظ على استقرار أسعار المدخلات بشكل كبير في يناير، بينما لم تتغير تكاليف التوظيف. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54 وسط أقبال جماهيري. وقد شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج في ندوة بحثية بالإضافة لعدد من الخبراء الاستراتيجيين تتعلق بتكلفة التطرف والإرهاب في مصر على مدار 3 عقود. على هامش فعاليات معرض الكتاب وبمشاركة نخبة من الكتاب والمفكرين وحضور وزيرة التضامن دكتورة نيفين القباج، استعرض المشاركون في الصالون الثقافي المشروع البحثي الذي حمل عنوان تكلفة التطرف والإرهاب في مصر على مدار 3 عقود. ووجهت وزيرة التضامن دكتورة نيفين القباج التحية لأرواح شهداء الوطن الذين راحوا ضحية الإرهاب، وقالت أن المشروع البحثي تناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإرهاب على كافة قطاعات الدولة. أول مرة تخرج دراسة متكاملة بهذا الشكل وأثروا على جمهورية مصر العربية وعلى التنمية وعلى نشأة الدولة وعلى التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية. الحقيقة البحث كان دي أكتر من جانب الكلفة الاقتصادية اللي خلص إلى تكلفة تقديرية فقط لتكلفة الإرهاب على السياحة والاقتصاد في مصر ما يقرب من 235 مليار دولار أمريكي خلال 18 سنة السابقة اللي هي من 2000 ل 2018. وفي اليوم الثامن انطلاق الدورة 54 لمعرض الكتاب، شهدت أروقة أجنحة المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور، وأعرب العارضون ودور النشر عن سعادتهم بهذا العرس الثقافي. أنا تقدمت السنة دي بكتاب رواية، يعني رواية دراما تاريخية عن الملكة دي وفي عصر أمنحوتب الثالث، وهي كانت الزوجة المفضلة للملك أمنحوتب الثالث، وعمل لها أول دعوة للزواج على جعران، ودي كانت يعني أول حاجة في العالم يعني. الموضوع بيتناول حاجات كتير، يعني منها مثلا الرومانسية والحب والأحلام ثم الأحزان والخطوب والمشاكل.
والتحنيط. لينا امتياز كبير ان احنا نشارك في معرض الكتاب السنه دي، وعندنا تشكيله من الكتب، كتب دينيه وكتب صحيه وكتب للاطفال، اسعار معقوله ومتناوله للجميع. احنا السنه دي نازلين باكثر من 45 اصدار بيتنوع ما بين الروايات وما بين السلف هيلب المترجمات وما بين كتب الاعمال الفكريه والتاريخ والكتابات الحره. اذا فعلى هامش فعاليات معرض الكتاب تم صدور المشروع البحثي الذي يتناول التكلفه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه للارهاب على مختلف قطاعات الدوله على مدار 3 عقود. لمياء موافي، النيل. ختاما لنشرتنا هذا تذكير باهم العناوين. رئيس الوزراء يشارك في فعاليات قمة داكار ويلتقي على هامشها بالرئيس السنغالي. رغم تواصل المعارك، كييف تستضيف اليوم قمة مع قيادات أوروبية لبحث انضمامها للاتحاد، والكرملين ينفي تلقيه عرضا أمريكيا بخطة سلام مع أوكرانيا. المزيد عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.com. إلى اللقاء في أمان الله.